اوكي طيب بلشنا شباب. احنا اول شيء يعني خلينا نحكي بسم الله الرحمن الرحيم. هي اوكي بلشنا بالشابتر اللينكد ليست في المحاضره الماضيه، وزي يعني كعادتنا كل محاضره بنعمل ريفيو سريع عشان نرجع نكمل معلوماتنا ونضل مع بعض في يعني فاهمين الماده وعارفين لوين وصلنا. في اللينكد ليست اكيد انا بفترض بالطالب الان اللي بيحضر معي انه بيعرف شو يعني داتا ستراكشر، وعرف احدى انواع اللينكد ليست اللي مرت معنا سابقا واللي هي كانت عباره عن اري، وعرف ميزات الاري، وبناء عليه احنا راح ننتقل لللينكد ليست. وليش انتقلنا لللينكد ليست؟ لانه في عندنا مشاكل في ايش؟ في الاري. في عندنا مشاكل بالاري وانتم بتعرفوها. هلا هدفي من المحاضره هاي انك تفهم شو يعني سنجل لينكد ليست، تعرف شو يعني الدبل لينكد ليست. بهمني في المحاضره يعني في هذا الشابتر انك تقدر تميز ما بين الاري داتا ستراكشر واللينكد ليست داتا ستراكشر، وايهما افضل وشو الحالات اللي بستخدم فيها النوع الاول او النوع الثاني. وبدنا نحكي عن الكومبلكسيتي تبع اللينكد ليست، وبدنا نتعلم كيف نعمل امبلمنتيشن، يعني كيف ممكن انا اعمل امبلمنتيشن او ابني كود او اكتب ستراكشر معين او اكتب داتا ستراكشر معينه تشتغل معي كانها لينكد ليست. حكينا عن انترودكشن بسيطه في المحاضره الماضيه بالنسبه لللينكد ليست. حكينا انه كل عنصر من عناصر اللينكد ليست هو عباره عن نود، وكل نود حكينا انها بتتكون من قطعتين، واحده منهم عباره عن الداتا، انا سميتها الداتا اوكي، والثاني اللي هي الادرس او اللينك للنكست بوينت او للنكست نود. فاي حلقه من حلقات اللينكد ليست هي عباره عن نود، يعني هاي القطعه اللي انا باشر عليها الان هي نود فيها 11 وفيها الادرس 12 وفيها ادرس، هاي نود ثانيه، معناته انا اللينكد ليست اللي امامي كم عددها؟ 2، يعني 2 نودز فيها فقط لا غير. طيب حكينا ايضا في المحاضره الماضيه بعض المشاكل والليميتيشنز، لاحظوا بعض الليميتيشنز يعني الديس ادفانتجز او الليميتيشنز اللي كانت موجوده سابقا في الاري، اللي كانت موجوده في الاري، فحكينا عنهم انه هذا عباره عن فيكسد او ستاتيك، وحكينا كمان انه الاري بدي لازم اكون عارف حجمه مسبقا، حكينا انه الاري عنده مشاكل في عمليه الانسيرت والديليت لانه بده يعمل شيفت لكل العناصر الموجوده في حاله الانسيرت او في حاله الديليت بده يعمل شيفت عشان يرجع العناصر في مواقعها. اذا هدول السلايدات هي واحده هي تنتين بيحكوا لي عن بعض الادفانتج والديس ادفانتج والميزات اللي موجوده ما بين الاري واللينك ليست. بعدين السلايد الامامي في عندي لينك ليست داتا ستراكشر، بذكرني ان اللينك ليست هي عباره عن سيت اوف نودز او كولكشن اوف نودز، يعني هي عباره عن مجموعه من النودز، وكل نود فيها داتا ايتم، هي زي ما حكى لي هون فيها داتا ايتم وفيها لينك تو انذر نود، معناته انا في عندي داتا وفي عندي ادرس او في عندي لينك للنكست نود طيب هلا كمان اذا كانت عندي النود زي هاي، خليني ارجع، كان عندي نود زي هاي وهي نود وهي نود، هلا انا باجي بعتبر وين النود البدايه او الهيد بنسميها. هلا كل نود كل لينك ليست فيها هيد، اللي هي بتكون النود الاولى، في الليست، وفي لها تايل، اللي هو بكون النود الاخيره في الليست، النود الاخيره بالليست. جيد، اذا هون بحكي لي او بذكرني انه في عندي انا شيء اسمه هيد وفي عندي شيء اسمه تايل، يعني هون هذا الاري وهذا النود انه حكاني الداتا واللينك واللي عندي ريفرنس لللينك، وحكاني انه في مشكله بالاري كان في يعني في استهلاك الميموري اذا كان حجزت انا اري كبير وانا استغليت منه بس يعني عدد محدود من الخلايا. هلا هون كمان بذكرني زي ما حكيت لكم قبل شوي، هاي في عندي شيء اسمه هيد وفي عندي شيء اسمه تايل، والتايل اللي هو ايش؟ لاست نود. لاحظ اللاست نود في اللينكد ليست هي عباره عن تايل، والفيرست نود هي عباره عن هيد. اذا هاي الجمله او العباره هاي مهمه الي، عشان انا اللي قدام شوي لما اقول لك هيد تعرف انه انا بحكي عن مين؟ عن الفيرست نود، ولما اجي اقول لك تايل تعرف انه انا بحكي عن مين؟ عن اللاست نود، فمعناته هذا الشكل الامامي هذا الهيد وهذا التايل، يعني ال11 هي النود الهيد
و12 هي النود التايل. كيف عرفت انه 12 هي النود التايل؟ لانه النكست بوينت الها هي نل. يعني اللي مكتوب هون شو راح يكون مكتوب؟ راح يكون مكتوب نل. فهاي اكيد بما انه هي نل ما بتربطش مع شيء معناته هي التايل، هاي هي عباره عن التايل. هذا كله حكيناه في المحاضره الماضيه صحيح، وحكينا اللينكد ليست داتا ستراكشر كمان انها بتتكون من يعني كانها عباره عن كلاس، والكلاس هاي بصير افتح منه اوبجكت واشتغل عليه واعمل من هذا الاوبجكت عدد او قد ما بدي من النودز. حكينا هذا الاكزامبل ايضا في المحاضره الماضيه، وحكينا انه هذا الاكزامبل لاحظ انه الهيد، لاحظ الهيد نفسها شو عنوانها؟ 2000، معناته الهيد والفيرست بوينت او الفيرست نود هم نفس الشيء. يعني الهيد هو عباره عن مؤشر على الفيرست او على الفيرست نود. فلاحظ عندي الفيرست نود فيها رقم، فيها داتا، فيها داتا او انفورميشن قيمتها 17 وبترتبط مع ال 2800، يعني مع الادرس لللينك ليست الثاني اللي هو ال 2800. وين ال 2800؟ 2800 فيها 92، 92 ترتبط مع ال 1500، هاي ال 1500 and so on. لاحظ اللاست نود او التايل اخرها نل، ما بترتبط مع شيء، معناته هاي النقطة الأخيرة اللي هي التايل، وهاي اللي هي الهيد، وهي الهيد. هلا كثير من الناس بكتبوا لما يجي يكتب اللينك ليست بكتبها بهذا الشكل، بقول لك الهيد تساوي او الهيد فيها 2000 او الهيد بتأشر على الفيرست، على الفيرست نود. اذا هاي هي الفيرست نود. وانا لو سالت اي واحد قلت له مثلا شو الداتا الموجوده في الـ في الفيرست نود، بده يقول لي 17. الداتا الموجوده بالنكست نود للهيد اللي هي 92 and so on. هذا برضه حكينا عنه الاكزامبل في المحاضره الماضيه. وين وصلنا هون؟ اوكي. هلا اللينك ليست، اللينك ليست برضه حكينا في المحاضره الماضيه انه لما اجي انا امثل لينك ليست، يعني لما اجي انا اشتغل لينك ليست عرفت خصائصها، وعرفت انه كل ليست، يعني في اللينك ليست عرفت انه كل لينك ليست مكونه من مجموعه من النودز، هاي نود وهي نود، ولو عندي كمان في نود نود، اذا مكونه من مجموعه من النودز. هلا هاي مجموعه النودز كانها تركيب، كانها عباره عن بلوكات وانا بركبها تركيب عند الطلب، عشان هيك صارت دايناميك اللينك ليست. تمام. هلا لو جينا نعملها احنا كمبرمجين ونكتب برنامج او نكتب كود، نكتب برنامج او نكتب كود ونحكي لليوزر انا بدي اعمل لك كود يعمل لك داتا ستراكشر، كيف ممكن احنا نعمل هذا الكود؟ بكل بساطه بنيجي بنحكي احنا ممكن نعرف بروجكت جديد، والبروجكت الجديد هذا نسميه لينكد ليست بروجكت مثلا على الجافا طبعا بحكي انا. وممكن نيجي نحكي النود هاي لو بدي اجي امثلها برمجيا كيف ممكن امثلها؟ هلا انا هاي النود هاي اللي داخل المربع بالكامل بالنسبه لي كانها كلاس، بالنسبه لي كانها كلاس. والكلاس كم متغير له او كم حقل له؟ له حقلين، له حقل اسمه داتا وله حقل اسمه بوينتر. تمام. معناته انا لو جيت قلت لك مثل لي النود من خلال كود جافا وهيك ممكن اطلب منك بالامتحان، تيجي بتقول لي اوكي بابليك كلاس نود، بدي اسميها نود، هاي سميتها نود، هاي النود شو فيها؟ بتطلع عندي في عندي داتا، هاي داتا شو نوع الداتا؟ مخزن فيها حرف A، هو معناته في عندي داتا نوعها كاركتر. طب لو كان مخزن 50 معناته في عندي داتا نوعها انتجر. طيب واللي بعدها، هل هذا مؤشر بوينتر؟ هل هذا البوينتر فعليا هل انا بالنسبه لي في داتا ولا في مؤشر على ايش؟ على بوينت جديده او على نود جديده؟ معناته هذا البوينتر اللي نوعه بوينتر او اللي نوعه نيكست، يعني هون انا بقدر اجي اضيف، اجي احكي له جوا هاي في عندي هون حقل اسمه نيكست. هذا الحقل اللي اسمه نيكست شو نوعه؟ هلا هذا الحقل اللي اسمه نيكست، ها طلع من النيكست طلعت المؤشر او السهم، الحقل اللي اسمه نيكست اصلا بده يأشر على نود. الحقل اللي اسمه نيكست ما في داتا 9 او 5 او 10 او A او B، لا هو في ادرس بيأشر على نود ثانيه، معناته نوعه بده يكون ايش؟ نود. طلع هاي النيكست. هلا هاي النيكست اللي انا ضفتها هون شو حطيت نوعها كداتا تايب؟ حكيت له نوعها، نوعها هو عباره عن نود، نوعها نود. ليش نوعها نود؟ لانها بدها تأشر على لوكيشن جديد، واللوكيشن الجديد هذا اللي بدها تأشر عليه هو نود. هذا اللوكيشن الجديد اللي بدها تأشر عليه هو نود. تمام. هلا لاحظوا اللي انا كتبته بالاعلى هون، انا كتبت مثلا هذا الحكي، يعني انا اللي عرفته لغايه الان عرفت هاي.
ليش انا عرفت هاي؟ هلا هاي انا عرفتها كانها نل، يعني انا لو جيت عملت هاي ديليت هيك وعملت هاي هون حكيت له ايديت وكتبنا هون نل. لو جيت قلت لك عرف لي اياها بالجافا، هذا الشكل اللي امامك هذا الشكل عرف لي اياها بالجافا، بتيجي بتقول لي اوكي كلاس كلاس نوعها نود، هاي هاي اسمها نود، هاي عرفتها كلاس نود، بعدين فيها داتا، الداتا نوعها كاركتر، بعدين فيها هاي هذا القطعة الثانية نوعها نود، هاي نوعها نود، طب شو مخزن بداخلها؟ نل، هاي نل نل. هلا شو بحي لك انه اللينك ليست اللي عندك في الحالة هاي كم نود فيها؟ اذا كانت فيها داتا والنكست بوينت تبعتها نل معناته فيها ايش؟ نود نود واحدة بالضبط، فيها نود واحدة. طيب لو كانت النود زي ما هي عندي هون هاي النود، والنود هاي ما كانتش نل يعني كانت مأشرة على إشي تاني، معناته أنا بقدرش أجي أكتب هون إيش، بقدرش أكتب نل، فصارت تأشر على النود الجديدة، معناته أنا ممكن أكتب بالبداية يعني إذا بدي أعرفها بشكل عام بعرفها بشكل عام زي هيك، عندي داتا وعندي نود، والنود بتأشر على نقطة تانية، النقطة التانية اللي هي النكست هاي ممكن تكون نل زي حالتنا هون، وممكن تكون نود تانية إلها قيمة. خلينا نشوف كيف لقدام شوي. هلا انا بلزمني لما اعمل كلاس بلزمني دائما اعمل كونستراكتر لهي الكلاس. هلا الكونستراكتر ممكن يعملوه بهذا الشكل، لو شلت انا هاي هيك وعملت هون كونستراكتر تمام، هاي كونستراكتر، وهذا الكونستراكتر ممكن انا اخزن فيه اذا بدي انا تكون الداتا فاضيه بشكل عام زي هيك، ممكن اخزن فيه زي هيك هاي نيكست، او خليني اخذ عشان الكتابه تاخذ نفس الشكل هيك، ممكن اجي احكي له هون نيكست، في حالتنا هاي اللي هي تحت الكلاس مباشره شو بكتب هون نيكست شو تساوي؟ نل نل. هلا الكونستراكتر عندي هذا صار يعني صار جاهز وبعرف لي داتا او بعرف لي داتا انها فاضيه. هل بقدر اعمل كمان كونستراكتر من خلال ما تعلمنا زي ما تعلمنا بالجافا؟ هلا بالجافا تعلمنا احنا انه انت بتقدر تبني كمان كونستراكتر بس بشرط انه يكون ايش؟ له عدد متغيرات جديده. هلا هذا الكونستراكتر الثاني شو سميناه؟ سميناه العمليه هاي تبعت الكونستراكتر الجديد، تتذكروا شو سميناها؟ اوفر لودينج سميناها اوفر لودينج ولا اوفر رايدنج؟ سميناها اوفر لودينج اوفر لودينج اوفر لودينج سميناها overloading. هلا لما سميناها overloading معناته انا باجي هي نود جديده constructor جديد، بس هذا الكونستراكتر بدي اعطيه مثلا char على الاكزامبل تبعي انا بحكي طبعا، وبدي اعطيه مثلا a او اعطيه v هي فاليو هي val اوكي، وبصير هون بدل هاي شو اكتب؟ val، يعني الداتا اللي بدي ادخلها بدي اخزنها في الداتا، وهون بدي اعطيه نود شو نوعها؟ هي نود، بدي اجي احكي له انه هون ممكن اكتب هيك this dot next، وهون ممكن اكتب له هون this dot data يساوي val، وهون اجي اكتب له this dot next يساوي اذا بدك انت هون next point بقدر اسميها next اذا بدك، هون ما بتختلف معي او ما في مشكله، وهون بسميها next. هلا سو صارت هلا صارت الكونستراكتر الجديد اللي هو النود الثاني هذا، الكونستراكتر الجديد هذا صار كونستراكتر جاهز انه يشبك مع مين؟ صار كونستراكتر جاهز يشبك مع نود ثانيه. هلا الكونستراكتر الاول صار جاهز انه يعرف لي نود وحيده فقط، هلا الكونستراكتر الثاني صار بقدر انا اجي على اعرف نود جديده اعطيها قيمه، مثلا هون اجي اعطيها بي على سبيل المثال اعطيها بي، فبقدر هون ابعث له بدل هاي شو ابعث له؟ بي، ابعث له بي واشوف الادرس تبع هاي ابعث له اياه هون، ابعث له اياه هون، فصير كاني ربطت النود الاولى مع النود الثانيه. طيب على كل حال اذا انا بدي اياك تعرف انه لما تيجي تعمل كود او امبلمنتيشن، تعمل امبلمنتيشن للداتا ستراكشر اللي هي اللينكد ليست داتا ستراكشر، سنجل لينكد ليست داتا ستراكشر، بلزمني اول شيء اعرف نود كلاس وبعدين اعمل منها كونستراكتر او اكثر حسب الطلب. طيب نكمل مع بعض. هلا لاحظ يعني بعد ما فهمت انا هاي راح ارجع لها بشكل مفصل لانه راح اعتمد عليها كثير في كتابه كودي وكتابه وشغلي اللي انا بدي اشتغله على اللينك ليست. هلا هون
السلايد اللي بعده بيجي بيقول لي بتعرفوا انتم حكيناها سابقا انه في انواع لللينك ليست. شو نوع اللينك ليست؟ سي سنجل زي هاي، هاي القطعه الاولى اللي انا مأشر عليها الان هي سنجل لينك ليست لانها بترتبط مع عنصر باتجاه واحد. في عندي دبل لينك ليست، لاحظوا لها تو ادريسز، يعني في على اليمين وعلى اليسار في لها ادرس، فبتصير تربط مع اللي قبل مع اللي بعده ومع اللي قبله، فبتصير تربط مع بعض عده عناصر. هلا هذا الشكل بوضح لي الدبل لينك ليست. لاحظ هي بلشنا بالهيد اول عنصر، اول عنصر اذا كانت دبل لينك ليست، لاحظ اذا كانت دبل لينك ليست يعني لها ادرس او لها بوينتر بالجهتين، فبصير اول بوينتر اللي هو الهيد، اول بوينتر لاحظوا شو اعطاني هون نل اول بوينتر. النكست بوينتر ربط مع نود جديده، هلا النود الجديده صار لها ادرس جديد ولها نكست ادرس، يعني كل واحده منهم صار لها نكست وبيس سابق ولاحق سابق ولاحق، وبالتالي نكست بوينتر بيس نوت. هلا لينك ليست سنجل، لاحظوا سنجل لينك ليست لها ادرس واحد فقط، لها ادرس واحد سنجل لينك ليست، وسنجل لينك ليست لها ادرس واحد. هلا مش داعي نحط ادرس زي ما عملنا بالليست. دكتور صوتك بقطع. في حاله اللينك ليست بكفي اني استخدم هذا الشكل. اوكي طيب نيجي كمان على هذا الشكل. في عندي والله ما سمعت ولا اي شيء. والله حبيبي انا قاعد بحكي دكتور صوتك يعني... صوت بقطع دكتور، مو من عندي من عندك والله. يعني انا مركز بس صوت قطع. طيب قطع، حاول تتبع معي او تعيد حضارت لما تحضر الفيديو بروح تبطل تسمع القطع. خلص طيب خليك حاضر دكتور. طيب خليكم معي شباب كمان مره، يعني اكيد يعني لما يكون احنا محاضرتنا اونلاين راح يكون في مرات تقطيع بالصوت، النت اختلفت، السيجنال ضعفت شوي، اكيد راح يكون الصوت ضعف او راح، او يعني بجوز مش عند الكل، بجوز في ناس سمعوا بجوز ما بعرف. anyway اللينك ليست لما تكون سيركولر لينك ليست، سيركولر يعني لينك ليست بدها تعمل لوب، يعني بتبدا من اول نقطه هي الهيد، تروح للثانيه الثالثه بعدين عند اخر نقطه، ما بتعمل نل، هاي سيركولر لينك ليست ما بتعمل نل. شو بتاشر؟ ترجع بتاشر مره ثانيه على الفيرست بوينت او على الهيد، يعني لاحظوا هي رجعت مره ثانيه على الفيرست بوينت. هلا هاي شو نوعها؟ نوعها سنجل لينك ليست سيركولر، نوعها سيركولر سنجل لينك ليست، يعني هاي سنجل وسيركولر، سنجل وسيركولر. ليش سيركولر؟ لانها عملت لوب وما عملت نل للقيمه النهائيه. في بعض التطبيقات بلزمهم يعرفوا هذا النوع من انواع اللينك ليست. نفس الشيء يعني عده اشكال مختلفه اللي انا برسمه، بس هو عباره عن عده اشكال مختلفه للسيركولر، سواء كانت دبل لينك ليست او لينير لينك ليست. نيجي على السنجل لينك ليست، سنجل لينك ليست العاديه. لاحظوا كل لينك ليست فيها زي ما حكينا فيها داتا وفيها بوينتر للنكست بوينت، داتا وبوينتر للنكست بوينت اند سو اون. جود. هلا سنجل ليست اوبريشنز، شو العمليات اللي انا بدي اقوم فيها على اللينك ليست؟ اي عمليه بدي اقوم فيها على اللينك ليست هو من العمليات الاساسيه اللي هي الانسرشن، اللي هي الاضافه، الديليت، الحذف، وايش انسرت وديليت وسيرش. ممكن يكون في اي موقع انك تعمل سيرش على الموقع اللي بدك اياه. خليني قبل ما ابلش بالانسرت والديليت اخذ الاكزامبل التالي. لاحظ هذا الاكزامبل، في عندي لينك ليست. اي لينك ليست بنعرفها، حكينا بنعرفها حسب الداتا اللي فيها. مثلا هذا اللينك ليست الداتا اللي موجوده عندي شو هي؟ انتجر. هاي اللينك ليست الداتا اللي فيها انتجر، والنكست نود اعطاها نود نكست، اعطاها من نوع نود، وعرف كونستراكتر نود جريد اللي هي العلامه او القيمه هي تساوي زيرو، والنكست بوينت هي نل. معناته انا هون حط لي كانه هاي عباره عن نود الاولى كانت مصفره نهائي. هلا لو جينا طلبنا منها قلنا لك بدنا او عندنا لينك ليست فيها ثلاث قيم، واحدة اثنتين ثلاث، هدول الثلاث قيم عرفهم بعدين ربط لي اياهم مع بعض، يعني بعدين اعمل لي بينهم لينك ليست. هلا لو جيت قلت لك انا عرف هدول الثلاث قيم باي كود، بدك تعرفهم، شو ممكن تعمل؟ اللي بتعمله كالتالي، طلع انا عملتهم على برنامج جافا فعلي، اللي بتعمله كالتالي، بتيجي بكل بساطة بتفتح بروجكت جديد، هاي نيو بروجكت، أنا عملت نيو بروجكت وفتحت بروجكت جديد وسميته هاي البروجكت تبعي، سميته داتا ستراكشر لينك ليست، هيك سميته داتا ستراكشر لينك ليست هذا البروجكت. وجيت داخل البروجكت شو عملت؟
داخل البروجكت عملت كلاس، طلع داخل البروجكت هاي، جيت هون عند البروجكت الجديد وجيت حكيت له رايت كليك نيو جافا كلاس، والجافا كلاس هاي فتحت منها كلاس جديده اسمها نود، هاي نود فتحنا كلاس جديده اسمها نود. هذا الكلاس الجديد اللي فتحناها اسمها نود، هيك عرفناها، جينا حكينا له بابليك كلاس نود نوعها انتجر، وبعدين جينا حكينا له نيكست القيمه اللي اسمها نيكست شو نوعها، نوعها نود، وعرفت له اياها انا نل، بدك تعرفها او بتكاش اتس اب تو يو، ما عنديش مشكله، هي عرفتها نيكست للنوع نود. بعدين جينا حكينا له هون النود هي كونستراكتر الها، ممكن ابلش بصفر ونل زي ما هو عامل، طلع بالضبط زي ما هو عامل بالضبط، هيو اعطيته انا صفر وهي النيكست عملتها نل، هاي نل انا سميتها داتا طبعا مش جريد. بعدين عملت كونستراكتر جديد شو سميته، this dot data يساوي الفي، فيما لو دخلت داتا انا مش زيرو ونل، وجيت حكيت له انه لو دخلت انا نود جديده عشان اربطها شو صار عندي، ايش اسمه next node، نود من نوع يعني next من نوع نود. وبعدين جيت حكيت له this dot next، يعني النكست اللي هون هي تبع النود هاي اللي هي الاصليه، شو تساوي، تساوي النكست اللي انا دخلتها، معناته انا ربطت النود اللي عندي اللي هي النود هاي ربطها بالنكست اللي راح اقوم بعمليه ادخالها. طيب جيد، هاي عملناها هيك وجاهزه، هيك صارت النود بشكل مبسط. طيب لو بدي اجي على المين بروجرام زي ما هو عامل هون، جينا على المين، اوكي هلا كل نود بدك تعرفها جديده، يعني هلا جيت قلت لك عرف لي، يعني انا هذول لو كلهم مش موجودين هي هيك، هذول مش موجودين، جيت قلت لك عرف لي النود زي ما هو معرفهم، ارجع للكود هون شو معرف، هو بيجي بقول لي عندي نود 90، يعني في عندي احدى النودز اول نود بدي احط فيها 90، باجي بقول له اوكي النود الاولى بدك تحط فيها 90، خلينا نيجي نعرف هاي نود، مثلا نود اسميها نود 1 شو تساوي، نيو نود بهذا الشكل، اوكي هاي عرفت نود جديده. هلا انا بقدر اشتغل على تو كونستراكترز، يعني يا اشتغل على الكونستراكتر هذا اللي هو فاضي زي هيك، او اشتغل على الكونستراكتر اللي فيه الداتا، تمام، معناته انا بقدر هون اجي شو اعطيه، بقدر اجي اعطيه 90 كوما وايش ونل، معناته طلع معي هون هاي الداتا، معناته الاول مبدئيا لغايه الان يعني حسب الموجود عندي بالسؤال، النود الاول فيها 90 وشو فيها، والقيمه الثانيه مش مربوطه لغايه الان، القيمه الثانيه هي نل، هاي دخلنا، معناته انا هون هاي عرفت النود الاولى. طيب بدي اعرف النود الثانيه، بدي اعرف النود الثانيه، خليني ارجع هون هيك اعملها هاي كنترول زد يس، هاي 90 كوما هاي نل زي ما حكينا، بدي اعرف النود الثانيه، اوكي هاي كوبي وهي هون، باجي بحكي له في عندي نود رقم 2، والنود رقم 2 فيها 70 و85، تمام عشان نكتبهم مره واحده، في عندي هون 70 والنود اللي بعدها رقم 3 في عندي 85، تمام. هلا اللي عملته انا، الكل سامعني طبعا، اللي عملته انا اني عرفت على الداتا ستراكشر، عرفت نود، والنود اللي عرفتها عبيت لغايه الان ثلاث نود، هاي نود 2 3، بس هل هدول النودز الثلاثه هل شكلوا لي لينك ليست، هل شكلوا لي يعني عباره عن لينك ليست متصله؟ لا طبعا، هلا كل واحده مستقله بذاتها، وكل واحده مستقله، كيف عرفت انها مستقله؟ لانه القيمه الثانيه لها ايش؟ نل. طب لو جينا نخليهم او نربطهم مع بعض برايكم شو ممكن اعمل؟ لو جيت حكيت له النود رقم واحد، نود رقم واحد دوت، وبدي اغير الداتا، بقدر اغير الداتا، بتعرفوا انتم هذا الحكي من خلال الجافا، بقدر اعملها 100 مثلا، بصير ما عنده مشكله، هي غيرت الداتا تبعتها. طب انا ما بدي اغير الداتا، انا النود رقم واحد، طلع كيف، هلا النود رقم واحد اللي عندي دوت، بدي احكي له شو هي النكست بوينت اللي يربطها فيها، هي حكيت له نكست، بايش اربطها برايكم، بايش اربطها؟ النود الثاني، النود بالنود اثنين، فطلع كيف ربطتهم. هلا جيت حكيت له النود الاولى، النود الاولى النكست تبعها بطل نل، هيو غيرت النل، النود الاولى النكست تبعها بطل نل، يعني النكست
كان نل. شو عملته أنا؟ عملته ند نوت تو، معناته أنا بلشت أربط أو ربطت فعليا كأني أخذت بوينتر، يعني بدي أرجع هون كأني أنا أخذت بوينتر هاي إنسيرت، هيك عملت بالضبط، هاي أخذت بوينتر وكأني أخذت بوينتر من هاي وحطيته عوين على اللي تحت، وهذا البوينتر ها هاي خليني عشان يبين معنا خلينا أخذه هاي البوينتر أوكي. هاي بوينتر. هلا أنا اللي عملتها الخطوة اللي عملتها بالكود كأني عملت هيك، حكيت له next، طبعا مش هاي لازم أشرتها وين أنا هون، هاي هيك كأني حكيت له next شو تساوي النود 2. طيب بناء عليه لو بدي أربط النود الثانية بالثالثة شو بكتب له؟ node 2 dot dot next شو تساوي node 3. هلا لاحظ شو صار عندي، صارت النود الأولى النكست تبعها node 2 والنود الثانية النكست تبعها node 3 والنود 3 النكست تبعها شو؟ نل. النكست تبعها نل، معناته أنا عملت له لينك ليست مكون من ثلاث عناصر مبدئيا. طيب جيد، نرجع للكود أو نرجع للسلايدات. إذا لاحظوا شو عمل هون، زي ما أنا عملتهم بالكود نفس الفكرة، عرفهم وبعد ما عرفهم لاحظوا شو عمل، أجا حكى النود 1.next تساوي نود 2 والنود 2.next تساوي نود 3. طب بيجي واحد بيقول لي طب ليش ما حكاش نود 3 تساوي، طب فيش عندي نود رابعة ما أنا أحكي له، معناته النود 3 لو بده يرجع يكتب بيقدر يكتب كمان مرة هيك إنه يأكد إنه النود 3 شو تساوي نود 3.next شو يكتبها نل. بيقدر يكتبها نل إذا بده، تمام بيقدر يكتبها نل، بس في داعي يرجع يكتبها نل؟ ما هي مكتوبة صح؟ ما هي مكتوبة معناته فيش داعي لها، فيش داعي يكتبها نل، معناته أنا اللي ربطته هون هي ربطت النود الأولى مع الثانية مع الثالثة فصاروا هيك مربطين ببعض. هلا فكرة الكود وكتابة الداتا ستراكشر اللي احنا عملناه، كتبنا داتا ستراكشر يعني اللي أنا كتبته هون في الجافا، هذا أنا عملت داتا ستراكشر، هيها داتا ستراكشر اسمها لينك ليست داتا ستراكشر، وهذا الداتا ستراكشر عرفت فيها نود واشتغلتها بالكود وصارت عندي، بقدر انا اعمل يعني شيء بيشبه الاري لكنه عن طريق اللينك ليست. نرجع نكمل الشرح تبعنا هون، نفس الشيء لاحظ الشرح اللي بس المايك اذا سمحتوا، في حد فاتح المايك يسكره اذا سمحتوا. اللينك ليست، اللينك ليست مره ثانيه هون لاحظ هاي بحكي لي بذكرني انه كيف بنمثل اللينك ليست. اللينك ليست باجي بمثلها بشكل التالي، كلاس اللي هي نود والاوبجكت من نوع element وليست من نوع next نود زي ما عرفنا يعني اللي بدنا اياه. هلا انا اذا بدي اعمل لينك ليست كامله خلينا نشوف كيف بدنا نعمل لينك ليست، بس قبل ما نشوف خلينا ناخذ why we use لينك ليست. احنا بنعرف طبعا هذا الحكي ومكرر يعني مره ثانيه لانه بالاري عدده محدود وفيكسد، لكن هون صار عندي العدد دايناميك كل ما بدي بقدر اضيف. هلا لاحظ مثلا الانسرشن، الانسرشن سايز، الانسرشن والديليشن في الاري كانت بيج او اوف ان، بينما راح تكون عندي هون في اللينك ليست راح تكون ايش بيج او اوف 1، راح تكون عندي بيج او اوف 1. خلينا ناخذ هذا الشكل، لاحظ انا عندي لينك ليست امبلمنتيشن ولو بدنا نعمل انسرت طلع عندي هذا الشكل، هي 1 2 5 6. أجل قال لك عندك لينك ليست فيها 1 2 5 6، بقول لك أوكي نسينا نضيف الأربعة، طيب بدنا نضيف الأربعة، فبتيجي تحكي له أنت بدك تضيف نود جديدة. كل بساطة بتيجي للنود اللي قبلها اللي هي مثلا 2 عندي هون، وبخلي 2 هذا المؤشر وين يأشر؟ بخليه يأشر على الأربعة، والأربعة بخليها تأشر على مين؟ على الخمسة. يعني أنا لو بدي أعملها هيك هاي بأشرت هاي على على الأربعة لو بدي أضيف نود جديدة، تمام لو بدي أضيف نود جديدة، وبعدين بخلي هاي insert وهي سهم، وبخلي السهم يأشر على مين؟ على هاي. هلا حتى لو موقعها تحت ما عندي مشكلة لأن هي أصلا بتتخزن different locations memory، يعني بتتخزن في different locations in the memory في link list، مش زي الأري بتحجز متصل. فأنا لاحظ صار عندي كيف الأري صار، اقرأ معي 1 2 1 مرتبطة مع 2 2 مرتبطة مع الأربعة
الأربعة مرتبطة مع الخمسة، الخمسة مرتبطة مع الستة، معناته عملية الإضافة كانت عملية سهلة جدا. كيف عرفناها؟ جينا عرفنا هون، لو بدي أجي أعملها أتخيلها بالكود، باجي بقول لك أنا عرف نود جديدة، سميها temp أو سميها أي شيء بدك إياه، نوعها نود، قيمة الداتا تبعتها كم؟ أربعة. طيب بعدين تيجي بتقول لي أوكي خد النود اثنين، اعمل النكس تبعها شو يساوي؟ التيمب نود، مظبوط بحكي أنا؟ اعمل النكس تبعها يساوي التيمب، وخد التيمب هاي اللي أنت عرفتها جديد اللي اسمها تيمب، اعمل النكس تبعها شو يساوي؟ الموقع تبع الخمسة، معناته صار عندي insertion في الوسط. طيب كويس كثير. عملية الانسيرشن، عملية الانسيرشن ممكن تكون عندي الانسيرشن في أكثر من موقع بالنسبة لللينك ليست. لاحظ هلا بدي أجي أعمل انسيرشن يعني أضيف على اللينك ليست، ممكن أضيف في البداية وهي أسهلهم، ممكن أضيف في النهاية برضو هي أسهلهم، ممكن أضيف عند specific location برضو هي سهلة، ممكن أضيف وأنا مش عارف الموقع أقول لك ضف لي بعد خمسة، معناته بدي أضطر ألف عليهم حتى أوصل الخمسة وبعدين أضيف. طيب إذن عملية الإضافة راح تكون في مواقع مختلفة. خليني أنا عملتها بتلخيص شرح بالشكل التالي. Data Structure Linked List Linked List. هلأ هذا كله شرحنا إحنا وحكينا أنه بتتكون من نود، والفيرست نود بنسميها هيد والهيد تايل، أوكي وهي عندي 1 2 3 4 5، هاي أخذنا إكزامبل. لاحظ هاي الأبوف إكزامبل عندي 1 2 3 4، النود الأولى is the head. لاحظ وين لو قلت لك وين الهيد بتقول لي آه رقم واحد هي الهيد، نود رقم واحد هي الهيد. وين التايل؟ نود رقم أربعة، هاي أنا كتبت لك تايل، التايل اللي هو تايل اللي هي last نود اللي هي رقم أربعة، والهيد هيو الفيرست نود، والهيد الفيرست نود. طيب تمام. بعدين بنبهني أو بنبهك أنا بقول لك إنه لاحظ إنه الأولى بترتبط مع الثانية، النود الأولى is pointing بتأشر على النود 2، والنود 2 بتأشر على النود 3، والنود 3 بتأشر على النود 4، صح؟ والنود 4 بتأشر على ايش؟ على null. هاي بتأشر على null، ليش؟ لأنه stop خلص empty خلص ما فيش شيء بعدها يعني تأشر عليه. طيب نيجي على الالجوريثم، كيف ممكن احنا نبني الالجوريثم يعمل لي insertion على اي link list؟ لاحظ create link list node كلاس، يعني بدي اعمل كلاس لللينك ليست، هاي اول نقطه مظبوط عملت كلاس انا، اوكي شو الاتريبيوتس تبعت الكلاس هاي؟ الداتا وايش والنكست، مظبوط عملناها وشفنا كيف بتنعمل. وبعدين بيجي بيحكي لي next is the pointer to the next node، اوكي بعرف. بعدين بيجي بيحكي لي create another class which has two attributes، اعمل كلاس جديده فيها two attributes. شو تو اتريبيوتس؟ واحد اسمه هيد والثاني شو اسمه تايل، عشان اصير اشر عليهم انه اشر على الهيد واشر على التايل. طيب جيد، هي عملنا تو اتريبيوتس او رح نعمل تو اتريبيوتس كلاس فيها تو اتريبيوتس هيد وتايل. طيب لو جيت سالت اي واحد شو نوع الهيد، شو الداتا تايب تبعت نوع الهيد؟ شباب الهيد شو راح يكون نوعه؟ نود دكتور. نود، احسنت ممتاز. الهيد او التايل راح يكون نوعهم نود، الهيد او التايل راح يكون نوعهم نود، ممتاز كثير لانه الهيد هي نود، احنا اتفقنا قبل شوي الهيد هي الفيرست نود والتايل هي اللاست نود. حلو. طيب بعدين راح نعمل زي ميثود، طلعوا كيف بلشنا نحكي جافا كود، راح نحكي نعمل ميثود شو نسميها؟ اد نود او انسيرت نود اذا بدك، ما عندي مشكله add node أو insert node. هاي شو بدها تعمل؟ add a new node to the list، مظبوط. هلا ما أجي أعمل أبلش أعمل insert لنيو نود، باجي بعمل أول شيء create للنود، يعني أول نقطة بدك تعملها إذا أي حدا طلب منك قال لك ضيف نود جديدة على list، أول شيء بتيجي تعمله هيك تعرف له نود مثلا new node هيك سميتها أنا تساوي إيش؟ تساوي new node. انا هيك عرفت نود جديده، اجى بيحكي لي اعمل كرييت لنيو نود، هاي عملت له كرييت لنيو نود. هلا اذا كان الكونستراكتر اللي انا عامله في داتا بعطيه، مثلا نفترض الداتا فيها 80 كوما، ومبدئيا النكست نود تبعتي ممكن تكون ايش؟ نل. يعني هيك انا عرفت نود
نود نود مش مرتبطة مع شيء صح؟ هاي النود اللي عرفتها كأنها نود فيها رقم 80 مش مرتبطة لغاية الآن مع شيء، هاي عرفنا نود جديدة. طيب بعدين بيجي بيحكي لي طيب أنت بدك تيجي تضيف على اللينك ليست، هل اللينك ليست اللي عندك empty؟ مين بيقول لي كيف ممكن أعرف إنه اللينك ليست اللي عندي is empty or not؟ كيف بعرف إنه اللينك ليست اللي عندي is empty or not؟ مين بحكي لي كيف ممكن أعرف إنه اللينك ليست اللي عندي is empty ولا لا؟ هلا طلع على هاي اللينك ليست، هل اللينك ليست هاي is empty or not؟ لا. هل هي لا؟ ليش كيف عرفت إنها مش empty؟ عبي كيف عرفت؟ لو بدك تحكي لي بالكود يعني بالبرنامج كيف عرفت؟ بالكود باجي بفحص يا دكتور بفحص نكون معرفة فيها نود إحنا بفحص الفيرست نود باجي بفحص الفيرست نود هلا الفيرست نود إذا كانت نل يعني إذا كان ما فيها إشي عندي الهيد كان نل يعني إذا كانت قيمة الهيد يعني أنا لو كانت عندي يعني لو كان عندي خلينا أحكي كالتالي نود جديدة يعني هلا هذا النود اللي أنا عرفته هون قبل شوي هاي وهي الليست فيش فيها إلا النود هاي هل النود هاي empty؟ لا هلا الهيد عندي هون لو جيت عرفت الهيد الهيد يعني هيك الهيد الهيد شو بيساوي في الحالة هاي الهيد يساوي نيو نود طب لما تكون الليست عندي فاضية بالكامل شو بده يكون يساوي الهيد بالضبط الهيد شو يساوي نل طب انا معناته انا بقدر اعرف انه اللينك ليست اللي عندي فاضي او مليانه اني اجي احكي له هل الهيد اعمل تشيك اعمل تشيك هل الهيد ايكوال نل هلا اذا كان الهيد ايكوال نل معناته اللينك ليست از امبتي معناته بعمل تشيك اف ستيتمنت وذر هيو وذر ذا هيد از ايكوال نل اور نوت هلا اذا كان ايكوال نل اذا كان ايكوال نل معناته اللينك ليست از امبتي طب شو بفيدني هذا الفحص؟ بفيدني انه انا لما اجي اعرف انه اذا كانت الهيد يساوي نل معناته خلص انا بكفي اعرف هاي هلا هيك صارت عندي اول نقطه في اللينك ليست كاني ضفتها بس اذا الهيد ما كانش نل معناته انا لازم اضيف على النقطه اللي بتيجي بعد الهيد لازم اضيف على النقطه اللي بتيجي بعد الهيد او النقطه اللي قبل الهيد هلا هذا الحكي كله راح ابلش فيه بالتفصيل المحاضرة القادمة فبدي الكل يحضر عشان نفهم هاي التطبيق ونحاول نطبقه مع بعض كمان مباشرة على جابكم في أي سؤال محاضرتنا اليوم؟